أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين أمين، في فقه السادة الشافعية. فصل في الصلح. والصلح الذي يأتي في أبواب الأحكام المقصود به في أبواب المعاملات الصلح في المعاملات، لأن برضو في صلح في الأحوال الشخصية اللي هي نزلت الآية والصلح خير في النشوز وفي الأمور المتعلقة بالزواج والنكاح، فده برضو صلح لكن لا تجده في هذا الباب. فالباب اللي بيأتي الصلح تملي اللي بيأتي في وسط أبواب المعاملات بيبقى الصلح في المعاملات فقط، لكن في مثلا صلح في زي مثلا مع أهل الكتاب الصلح بالجزية نصالحهم على الجزية، وفي المهادنة ودي تجدها في باب الأحكام الولاية، في باب الولاية إن الوالي اللي هو حاكم المسلمين له أن يصالح غير المسلمين على مهادنة أو على شيء من هذا، هذا لا تجده في هذه الأبواب. يبقى هنا الصلح في هذا الباب أو في هذا الموضع نوع من أنواع الصلح وليس كل أنواع الصلح في الشرع. فصل في الصلح وهو لغة قطع المنازعة. يبقى معنى الصلح في اللغة هو قطع المنازعة، وشرعا عقد يحصل به قطعها. وما يقول عقد في الشرع يبقى الصلح ده عقد، يحتاج ايه؟ يحتاج اطراف في العقد، ويحتاج صيغة، والصيغة دي تبقى ايجاب وقبول، ويحتاج شروط اهلية في المتعاقدين. يبقى الصلح طالما عقد يبقى هنشوف بقى شروط العقود ايه. فلا يصح من الصبي مثلا ولا من المجنون، ولا بد ان يكون هناك صيغة واضحة ايجاب وقبول من الطرف، طرف يوجب والاخر يقبل وهكذا. فكلمة عقد لكن هو في اللغة عام قطع المنازعة مطلقة، سواء بقى بعقد أو بإجابة غير قبول بأي شيء، بتنازل بأي شيء. فمعناها الشرعي يعني أضيق من معناها اللغوي. وشرعا عقد يحصل به قطعها، ويصح الصلح مع الإقرار بالمدعى به في الأموال. يصح هنا الصلح يعني إيه؟ صار جائزا، يعني صار واقعا بالإقرار. في الأموال وهو ظاهر، وكذا ما أفضى إليها، يعني ما أفضى إلى الأموال زي المنافع وزي العقارات وغيره وزي الاختصاص. احنا عندنا الكلب لا يتملك مثلا، لكن في كلابها قيمة عالية، كلاب حراسة يمكن تلاقيه بكذا ألف جنيه، لكن لا يباع لا ثمن له لأنه نجس، والنبي نهى عن ثمن الكلب. طب أمال لما أنت عايز كلب تحصل عليه من هذا النوع بتاخده ازاي؟ برفع الاختصاص، وتدفع مقابل رفع اختصاص مش عقد بيع. فيبقى ده ما يقول إليها زي عقد الاختصاص، واخد بالك، ورفع اليد وغير ذلك من الأنواع. يبقى ما أفضى إليها أي الأموال كمن ثبت له على شخص قصاص فصالحه عليه، ادك مثاله ما يقول اليه. لو انا بيني وبين فلان ده قصاص، قتل مثلا قريبي، فيبقى بيني وبينه قصاص. لو عفيت اخد ديه، الديه دي مال، يبقى تقول الى مال، مش كده برضه؟ او تعدى عليا فضربني مثلا فاثر فيا شيء معين، تشويه او عاهه، يبقى لازم يدفع مقابل هذا، يبقى يقول إلى المال. فهمت؟ يبقى القصاص قد يقول إلى المال، يبقى ده ما أفضى إليه. كمن ثبت له على شخص قصاص فصالحه عليه على مال بلفظ الصلح فإنه يصح، أو بلفظ البيع فلا، لأن البيع معناه التمليك، تمليك الطرفين، ودي أمور ما تنفعش معاها في الموضوع القصاص. إن أنا أبيع إيه؟ أبيع القتيل بالدية
ما ينفعش يبقى عقد بيع. ما انا باخد دية صحيح لما يقتل واحد خطأ او عمد، لكن الدية دي مش عقد بيع، ما تنفعش بلفظ البيع لان ده مش بيع. هو انا بعت دمه؟ لا، يبقى ده مقابل رفع ضرر بس، فما ينفعش ايه بلفظ البيع. وهو اي الصلح نوعان، ابراء ومعاوضة. فالابراء هو طبعا نوعان على المستوى العالي الكبير، لكن هم اربعة بالتفصيل، لانه ممكن ابريه ببعض الشيء واخد بعضه. يعني انا ليا عليك عايز اخد منك 100,000 جنيه دين علي، خدت انت مني 100,000 وانت مش عارف تسدد، هم اقول لك ايه، طب اديني 80 وسايب لك يا عم 20، يبقى انا برضو بقى ايه، ابريته عن جزء وخدت جزء، يبقى ايه، في ده نوع من الابراء، واخد بالك؟ او معاوضة، اقول له طب خلاص انت معكش 100,000، طب ما تديني عربيتك اللي راكبها دي، يبقى خدت ايه، ما يعاوضها. عربيته دي تساوي 90,000، 95، ما يجراش حاجة، بدل الفلوس ضايعة ادي احنا طلعنا بحاجة، يبقى معاوضة. فهمت؟ يبقى في ابراء او معاوضة، وقد تكون المعاوضة ايه، بالمثل، يعني بنفس القيمة او باقل منها. وهو ابراء ومعاوضة. فالابراء اي صلحه، اقتصاره من حقه اي دينه على بعض. فاداك مثال هنا على الابراء بالحطيطة اللي هي بالمعاوضة على اقل من الدين. فاذا صالحه من الالف الذي له في ذمة شخص على 500 منها، فكأنه قال له اعطني 500 وابرأتك من 500. ونقف على الحتة دي النهاردة، نقرأ الحاشية لحد هنا، علشان احنا عايزين نقسم الباب، لان الباب فيه تفاصيل كتيرة في الشرح. نشوف كلام الشيخ البيجوري في الجزء اللي احنا قرأناه، يقول: فصل في احكام الصلح، من صحته مع الاقرار، يعني احكام الصلح المتعلقة بصحته، يبقى من هنا تبعيد للاحكام، من صحته اي من مثل ايه، صحته مع الاقرار، فهو يصح مع الاقرار، وعدم جواز فعله على شرط، دي احكامه، ما ينفعش ان انا اصطلح معاك واشرط شرط او اعلق الصلح على شيء معين، لازم الصلح يبقى بغير تعليق، لا على يعني زمن معين اقول طب هصالحك بس الشهر الجاي، ما ينفعش، ما يبقاش ده صلح، تبقى تيجي الشهر الجاي. عشان نحل الخصومة لازم نحلها في الحال، ما ينفعش علقها على شيء. يبقى ايه، وعدم جواز فعله على شرط، وجريان حكم البيع عليه، انه احيانا بعض صوره يجري عليها حكم البيع، بتشبه حكم البيع في بعض صور الصلح، وما يتبع ذلك من جواز اشراع الروشن في الطريق النافذ. دي برضو ايه، بعض التفاصيل هتيجي. الروشن اللي هو احنا بنسميه دلوقتي البلكونة والبراندة، تلاقيها بارزة كده وتبص على الطريق، كويس، يسموه الروشن في الكتب القديمة، يسموه الروشن، ودلوقتي نسميه احنا البراندة، البلكونة، سميه زي ما تسميه، ويسموه العلية برضو، العلية عشان يعلق كده وعالية وتبقى قاعد كده عالي على الناس تتفرج، فليه أسماء كتيرة في كتب الفقه، لكن دلوقتي باللغه بتاعتنا بنسميه احنا البلكون. وما يتبع ذلك من جواز اشراع الروشن في الطريق النافذ، وعدم جوازه في الضرب المشترك. انت ساعات تخش بعض الاحياء تلاقي الشارع ضيق قوي، بحيث لو انت عملت روشن يعني بلكونه تبقى تمد ايدك تبقى عند الجيران، فما ينفعش ده، لو عملتها يحصل نزاع، فيبقى ايه، يبقى لا يجوز انك تعملها الا باذن التاني، والا بقت خصومه. يبقى لو هتعملها في الطريق الضرب المشترك محتاج لصلح، محتاج اجتمع مع الجيران واعرض الامر عليهم ويوافقوا، يوافقوا بقى بمقابل من غير مقابل لاي شيء، المهم يوافقوا، ما وافقوش ما اعرفش اعمل، واضح؟ وعدم جوازه في الضرب المشترك الا باذن الشركاء،
وجواز تقديم الباب وعدم جواز تأخيره إلا بإذن الشركاء. إن إحنا نعمل الباب في مقدمة العقار ولا نخلي الباب في مؤخرة العقار، يعني نخش من قفل العمارة ولا نخش من وش العمارة، لازم باب من وش العمارة لأن ده المعتاد، ده جائز من قفل العمارة يعني من ظهرها ما ينفعش، لأن ده هيؤدي إلى النزاع. وعدم جواز تأخيره إلا بإذن الشركاء، فالنسخة التي فيها أحكام أولى من التي لا أحكام فيها. أصل في نسخة يقول لك فصل في الصلح بس كده، وفي نسخة تانية فصل في أحكام الصلح، فالنسخة اللي فيها كلمة أحكام أولى عشان أوضح. من التي لا أحكام فيها لأن المصنف لم يتكلم إلا على الأحكام، ويمكن تقدير مضاف الثانية وهو الأحكام، صلح في أحكام الصلح، وهو سيد الأحكام. مكتوب عندك إيه؟ سيد الأحكام. لأنه يجري في سائر الأبواب، يبقى الصلح ده من إيه؟ أحكامه بتجري في سائر الأبواب كما يعلم مما يأتي، وهو رخصة من المحظورات. يبقى قبل الصلح الشيء محظور، بعد الصلح صار المحظور مرخص فيه، فهو رخصة من المحظورات، مش كده برضو؟ وهو رخصة من المحظورات. وقيل أصل مندوب إليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا تنازعوا، مش كده؟ ولا تناجشوا، ومنع أي شيء يؤدي إلى إفساد ذات البين. يبقى ده شيء مندوب إليه ومطلوب شرعا، إن نصلح بين الناس ونصلح بين أنفسنا. وقيل فرع عن غيره، يعني ده فرع عن غيره، يعني بيبقى إيه؟ الصلح ده تملي فرع عن غيره. حصل نزاع في بيع اصطلحنا، حصل نزاع في شراء اصطلحنا، حصل نزاع في زواج اصطلحنا، حصل نزاع في طلاق اصطلاح، فيبقى ده فرع عن غيره من من الامور، وليس هو يعني قائم بذاته. وهو يعني الصلح، حط على الارض دي لما اكون قاعد، والارض لما اكون قاعد على الارض. ايه رايك؟ جزاك الله خير. وقيل فرع عن غيره، وهو أنواع، يعني الصلح أنواع، صلح بين المسلمين والكفار، وعقد له باب الهدنة والجزية والأمان. وده بيبقى بين المسلمين والكفار يا إما هدنة يا إما جزية يا إما أمان، دي العقود اللي بين يا إما بقى حرب، هو ما فيش غير كده الاحتمالات كلها. الحرب ما بتسماش صلح، يبقى طالما ما فيش علاقة حرب بين المسلم والكافر، طب العلاقة بينه إما أي مع الهدنة أو على الأمان أو على الجزية. وصلح بين الإمام والبغاة، ناس عايزة تقوم ضد الحاكم من المسلمين، والحاكم مسلم وعايزين يقوموا ضده بثورة، اسمهم بغاة، يقوم يضطر الإمام يجمع دول ويقعد إيه يشوف طلباتهم إيه. عايزين تعملوا حزب، نعمل لكم حزب. إذا تعملوا جريدة اعملوا جريدة، تعتصموا على الرصيف اعتصموا على الرصيف، أي حاجة هو يرضيهم يصالحهم. طب طلباتكم إيه؟ نقضيها لكم. كل ده صلح. يبقى كل من خرج عن الحاكم اسمه باغي، يقوم الحاكم موقفه مع الباغي إنه يصلح، شوف طلباته إيه. فاهم؟ ولا ظالم ولا ظالم ولا ظالم ولا إيه؟ ولو إن حاكم ظالم. طب ولا ظالم، ما هم طلعوا عليه علشان ظالم، يقوم يصطلح معاه، واحيانا يطلعوا عليه ظالمينه لان طلع اشاعه والحاكم بريء منه، فتصوروها زي ما خرجوا على سيدنا عثمان وسيدنا علي. واخد بالك؟ مش شرط ان كل اللي يخرج على الحاكم يبقى الحاكم ظالم، مش شرط، احيانا الخارجين يكونوا هم اللي ظلموا. وصلح بين الامام والبغاة، وعقدوا له باب البغاة. وصلح بين الزوجين عند الشقاق، وعقدوا له باب القسم والنشوز. وصلح في المعاملات، وعقدوا له هذا الباب. يبقى الباب ده نوع من انواع الصلح بس في المعاملات. والاصل فيه، الاصل يعني الدليل،
يبقى كلمة الأصل لما تلاقيها في كتب الفقه يعني الدليل، والأصل في باب القياس في الأصول هو ما يقاس عليه. كويس؟ لأن في باب القياس في أصل وفرع وعلة مشتركة، مش كده برضه؟ فالأصل في باب القياس اللي هو إيه؟ المعلوم حكمه، المقيس عليه المعلوم حكمه، مش كده برضه؟ لكن هنا الأصل في كتب الفقه في غير باب القياس معناه الدليل. والأصل فيه قوله تعالى: والصلح خير، لأنه إن كان المراد مطلق الصلح كما يدل عليه الإتيان بالاسم الظاهر دون الضمير فالأمر ظاهر. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما، في قراءة أن يصالحا بينهما، قراءة نافع، أن يصلح بينهما. قال وهو خير وقال ولا قال والصلح خير؟ قال والصلح خير، يبقى كأن ده لفظ عام، قاعدة متعلقة بده وبغيره، إنما لو قال وهو خير يبقى ده متعلقة بالموضوع ده بس. فهمت؟ عشان كده بيقول لك الإتيان باللفظ الظاهر دون الضمير يشعر بأن اللفظ عام في كل الأمور. ربنا قال والصلح خير ولا قال وهو خير؟ مش كده؟ فهمت بقى كلام الشيخ يعني؟ لأنه إن كان المراد مطلق الصلح كما يدل عليه الإتيان بالاسم الظاهر دون الضمير فالأمر ظاهر، وإن كان المراد الصلح بين الزوجين كما يدل عليه السياق فغيره بالقياس عليه. يبقى يا إما ظاهر على أساس اللفظ الظاهر، أو إنه تبع السياق، وزي ما مطلوب رفع النزاع في الزواج مطلوب رفع النزاع في الأسواق وفي المعاملات وفي كل حتة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. يبقى النبي لما يقول الصلح جائز يعني إيه؟ يعني صحيح. جائز هنا يعني صحيح مطلوب، إلا صلحا أحل حراما يبقى باطل، يبقى المقابل للباطل إيه؟ صحيح، يبقى جائز بمعنى صحيح. فهمت؟ يبقى الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. طب الصلح اللي يحل حرام ويحرم حلال يبقى باطل، لا يعترف به الشرع. وإنما خص المسلمين مع جوازه بين الكفار أيضا لانقيادهم للأحكام غالبا، وشرطه سبق خصومة. يبقى الصلح عشان يبقى اسمه صلح يبقى لازم يبقى فيه خصومة قبليه، انما مفيش خصومة خلاص مش صلح بقى. احنا بناخد قرار مع بعض، احنا قاعدين بناخد قرار مع بعض في مسألة ما، فالطرف الاخر سكت يبقى معنا موافق، مش كده؟ يبقى الموضوع ده مسموش بقى صلح لانه حصلش نزاع، واضح؟ لكن الصلح لازم يسبقه نزاع، عشان نقول ده باب الصلح لازم يكون سبقه نزاع وخصومة، لأن هو أصلا الصلح رفع الخصومة. واضح؟ يعني ورثة قاعدين ورثوا أبوهم وقاعدين مع بعضهم إخوات وأمهم بيقسموا الإرث، أنت بقى تاخدي الشقة دي وأنت يا أختي خدي الشقة دي اللي على الناصية وأنا هاخد المحل وأخويا التاني راح ياخد حتة الأرض وده ياخد، قاعدين مبسوطين مع بعض مفيش مشكله موافقين، يبقى ده تفاهم مع بعض يتفاهموا يوزعوا، يبقى ده ما يسمش صلح. لا حصل نزاع بقى، انا مش موافق وانا مش موافق وانا، وعملوا مشكله والعيله اتلمت تصلح، بقى اسمه صلح. واضح؟ لأن هنا تملك، كان زمان الشارع ده بيبقى ملك الناس. يعني أنا دلوقتي لما أكون شاري فدان أرض ورحت مقسمه ثلاث شوارع وعلى الجنبين بنيت عمارات، بقت الشوارع ملكي مش ملك الحكومة لأنها في أرضي. فهمتني؟ عشان كده قال بين الشركاء، لأن كلنا لينا ملكية في الشارع ده.
في الضرب ده، فهم؟ فقال الشركاء لأنهم شركاء في الملك وفي الانتفاع، فهم؟ ما قالش الجيران، الجيران تطلق مطلق جيرة حتى ولا ملوش حق ولا تملك، يبقى اسمه جار. لكن الشركاء يعني ليه تملك، فأنا هتصرف في ملك غيري المشاع، فهمتني ازاي؟ فلازم يبقى بإذنه. وشرطه سبق خصومة بين المتداعيين، فلو قال صالحني من دارك مثلا بكذا من غير سبق خصومة فأجابه فهو باطل على الأصح. لما يقول له صالحني من دارك بكذا وما فيش خصومة يبقى ده بيع، بيع بس قاله بلفظ الصلح يبقى باطل. قول بعني، انما تقولش صالحني. ليه ما قلنا باطل؟ لانه ما فيش سبق خصومة، يبقى اللفظ غلط، يستخدم اللفظ المناسب، فهم؟ صالحني من دارك مثلا بكذا من غير سبق خصومة فأجابه، قال له موافق، فهو باطل. ما ينفعش بعقد ده، ما ينفعش اسمه عقد صلح، وما ينفعش يبقى اسمه عقد بيع برضه لانه ما نصش بالبيع. امال يبقى ايه؟ يبقى باطل، لغو، كلام ما ينبنيش عليه حاجه. واضح؟ ليه على الاصح؟ يعني في وجه يقابله يقول لك احنا نخلي الصلح هنا بمعنى البيع وخلاص ونمشيه، لان العبره بالمقاصد وليس بالالفاظ. فهمت؟ في وجه تاني مقابل للاصح، العبره بالمقصد، ان ده مقصوده كانه يقصد البيع. واضح؟ لكن الاصح، الوجه الاصح اللي عليه الفتوى انه يبقى باطل، لانه لازم في المعاملات الالفاظ والمباني تراعى لعدم القدرة على معرفة المقاصد، بالذات في المعاملات. في المقاصد دي لما اكون بقول نويت صلاة العصر بلفظي وانا في قلبي عايزها ظهر، تقوم تنقعد الظهر، تيجي ظهر وتبقى صح، لان العبره اللي في القلب. لكن ما ينفعش في المعاملات بيني وبين، لان انا في الصلاه بعامل ربنا، ربنا مطلع على القلوب، يعني مطلع على مقصدي. لكن انا بعاملك وببيع واشتري معاك، انت مطلع على قلبي، يبقى لازم ادقق في اللفظ. يبقى المعاملات اللي بين الناس لازم التدقيق في العباره لعدم اطلاع الناس على المقاصد بعضهم البعض. يعني يقول لي مثلا زوجتك ابنتي، اقول له انا قابلت وفي قلبي عايز اختها، ما ينفعش. يقول اصلا انا قصدي كان اختها، ما ينفعش. قصدك ايه يا استاذ؟ هو قال لك ابنتي فلانه تبقى هي فلانه، مش اي بنت من بناته. فهمت بقى ازاي؟ لان العقود العبره فيها مراعاه الالفاظ لعدم اطلاع الطرف الاخر على مقصود الاخر. انما في العبادات ما تفرقش بقى، لان انت بتتعامل مع ربك وربك رب قلوب. فهمت بقى الحكايه؟ باطل على الاصح. يقوم يصحح العقد باللفظ، يقول له بعتك، يقول خلاص. نقول له يا اخي قول بعتك، ما تقولش صالحني، قول له بعتك، قول له قبلت، خلاص. مش ولكن في وجه ضعيف يصحح، وجه ثاني مقابل الاصح صحيح برضه. يبقى فهمت ليه الاصح؟ لانه العبره بالالفاظ، فخلينا الوجه اللي راعى الالفاظ اصح. والتاني قال لك ما نبص للمعاني يا جماعه، ما تضيعوش وقتنا. يعني انا مثلا قلت لك خلي الساعه دي واخد الكتاب ده وابقى اجيب لك الثمن بكره، يبقى الساعه دي اسمها ايه؟ رهن. مع ان انا ما تلفظتش بلفظ الرهن، لان هو المقصد كده، الصوره كده تترجم كده، فاهم؟ ففي ناس يقول لك ما كفايه يا اخي الصوره هي بتترجم نفسها. في علماء تانيين يقول لك لا، ده يؤدي الى النزاع، هذا الامر يؤدي للنزاع. مين قال لك ان الثاني قابل ان الساعه دي تبقى رهن؟ ما يمكن قيمه الكتاب اعلى من قيمه الساعه. يعني خدت منه كتاب ب 1000 جنيه واديله ساعه
واخد بالك ب 10 جنيه، ما بتتباع على الارصفه في العتبه الساعه ب 5 جنيه و2 جنيه. فهمت؟ ايه رهن دي؟ تنفع؟ ما هو الرهن لازم يبقى انك انت لو ما جيتش اعرف اخد ثمن الحاجه منها. فهمت؟ ممكن تسيب له بطاقتك الشخصيه. ده ضمان. يبقى ده عقد ضمان مش عقد رهن. البطاقه ما يرفعش يبيعها. بس انت علشان يضمنك يعني. يبقى كل حاجه ليها معناه. لأن لفظ الصلح يستدعي سبق الخصومة سواء كانت عند حاكم أم لا، ولفظه يتعدى للمأخوذ بالباء أو على، وللمتروك بمن أو عن. أما أقول صالحتك عن داري أو من داري بكذا، الباء دخلت على الكذا المدفوع المأخوذ، مش كده برضو؟ وعن ومن دخلت على المتروك. فهمت؟ سواء ولفظه يتعدى للمأخوذ بالباء أو على، يقول إيه؟ صالحتك عن سيارتي ب50 ألف، يبقى أنت هتاخد إيه؟ ال50 ألف، وأنا هترك إيه؟ السيارة. واضح؟ وقد نظم بعضهم هذه القاعدة بقوله بالباء أو على يعد الصلح لما أخذته فهذا نصح، ومن وعن أيضا لما قد ترك في أغلب الأحوال ذا قد سلك. عملوها شعر يعني عشان تحفظ. فإذا قال صالحتك من الدار أو عنها، يعني أو عن الدار بألف أو عليه، فالدار متروكة لدخول من أو عن عليها، والألف مأخوذة لدخول الباء أو على عليه. كويس؟ وقد يعكس الأمر في غير الغالب كما سيأتي في بعض الأمثلة، أحيانا يأتي بالعكس بس في بعض الأمثلة النادرة وبتفهم بالسياق. قوله وهو لغة قطع المنازعة، يبقى لغة الصلح في اللغة معناه في اللغة وإيه؟ قطع المنازعة، أي سواء كان بعقد أو لا، في مال أو غيره. يعني لغة أما ألاقي اتنين ماسكين في خناق بعض ودخلت يا أخي سيبه يا أخي، يا أخي امشي يا أخي، من غير ما أعرف إيه من التفاصيل دي، اسمه صلح في إيه؟ في اللغة بس مش في الشرع، لأن أنا منعت المنازعة ده لغة. لكن في الشرع لازم تبقى ايه النزاع في ايه، ونصطلح بطيب نفس، واحد يقر بحاجة والتاني يتنازل عن حاجة ويحصل الصلح. فهمت بقى؟ وهو لغة قطع المنازعة، اي سواء كان بعقد او لا، في مال او غيره. والمنازعة مصدر نازعه اذا خاصمه، ومثله النزاع. ولذلك عبر به الشيخ الخطيب، الخطيب قال لك النزاع قطع النزاع، والتاني يقول لك قطع المنازع، ما يجراش حاجة كله ماشي. فكل منهما مصدر لنازعة، يعني نازعة نزاع ومنازعة لها مصدرين، مش كده برضو؟ كما يقتضي قول الخلاصة لفاعل الفعال والمفاعلة، كل ما كان على وزن فاعل يجي مصدره على وزن فعال ومفاعل. نازع نازع تبقى ايه؟ فعال نزاع، ومفاعلة منازع. فهمت؟ فكل ما كان على وزن فاعل يجي مصدره فعال ومفاعل، قاعدة كده. قوله وشرعا عطف على لغة، يبقى كل حاجة من الألفاظ المستعملة في الشرع لها معنى لغوي قبل أن تستعمل في الشرع، ثم جاء الشرع فقيد المعنى اللغوي إلى معنى آخر جديد. الزكاة ما هي كلمة معروفة قبل الإسلام، مش كده برضو؟ الزكاة بمعنى النماء، ومعنى الطهارة، ومعنى طيب الرائحة، مش كده برضو؟ معنى الزيادة، معاني كتير. جاء الشرع خلى الزكاة معناه إعطاء مال مخصوص لمصارف مخصوصة من نصاب معين بشروط معينة، فبقت الزكاة لها معنى شرعي تاني ضيق.
ولكن ليها من معنى اللغوي انها بتنمي مال صاحبها بالبركة، وبتنمي ثوابه عند الله، وبتطهره من ذنوبه وهكذا، فليها برضو من المعنى اللغوي الاثر. وشرعا عطف على لغة، وقول عقد يحصل به قطعها اي يحصل بسبب ذلك العقد قطع المنازعة، فهو من تسمية السبب وهو العقد باسم المسبب وهو قطع المنازعة. وبهذا تعلم ما في قول بعضهم، فالمعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي، إلا أن يحمل العموم والخصوص على أنه باعتبار التحقق. قول ويصح الصلح، وفي بعض النسخ ويجوز، يبقى يجوز بمعنى يصح ويصح بمعنى يجوز. أصل يجوز ساعات تيجي بمعنى يباح، ولك يجوز لك أن تشرب، يعني يباح لك أن تشرب، مش كده برضه؟ وأحيانا يجوز بمعنى يصح، نقول لك تجوز الصلاة بالوضوء الصحيح، يعني تصح الصلاة بالوضوء الصحيح، مش كده برضه؟ فهنا يجوز يصح الصلح، وفي بعض النسخ ويجوز الصلح، والمراد بالجواز الصحة. قول مع الإقرار، أي ولو أنكر بعده. الإقرار اللي هو اعتراف بحق لصالح الغير، الاعتراف بحق لصالح الغير، يبقى اسمه إقرار، مش كده برضو؟ لكن الشهادة الاعتراف بحق، الإقرار اعتراف بحق على النفس لصالح الغير، لكن الشهادة الاعتراف بحق الغير على الغير، النفس ملهاش حاجة فيه، واضح؟ لكن الاثنين بينات، لان يا اما اقرار يا اما بينه، والبينه شهاده، مش كده برضو؟ والاقرار اي ولو انكر بعده، فاذا اقر ثم انكر جاز الصلح. يعني اقر الاول، بعد ما اقر اصطلح، وبعد كده بعد ما اصطلحوا انكر، الصلح ماشي، يجبر على الصلح، لان نرجع للاصل، الاصل الاقرار، بخلاف لو عكس، انكر الاول ثم اقر واصطلح يبقى الصلح باطل، علشان نصححه لازم يقر بعد الاقرار، يعني لو بدأ بالانكار واقر وحصل نزاع تاني نرجع للانكار، الاصل براءة الذمة، لان الاصل في الانكار براءة الذمة، مش كده برضو؟ طيب افرض هو عايز يصطلح على الحكاية دي، يوم يقر بعد الإقرار بعد الإنكار، يعني يقر مرتين عشان يبقى عندي محطة أرجع علي إقرار لو حصل نزاع تاني، فهمت؟ الحاجات دي يفهمها القضاء، يعني في القضايا، عشان يقول لك في قضية يقول لك محكمة أولى ومحكمة مش عارف استئناف ونقض، لأن ساعات الواحد يقر في الإيه، في النزاع الأول، ويجي في الاستئناف ينكر، ويجي بعد كده في النقض يقر، يعمل ايه القاضي؟ يبقى عنده قواعد بقى، يبتدي ايه يصلح الامور ويمشي على القواعد عشان يحل النزاع. لكن ما تردش شهادته. لا ما تردش شهادته. هو متخانقين مع بعض في مساله، القاضي عايز يحل النزاع، احنا بنتكلم شهاده. هو بيتكلموا هنا اثنين طرفي نزاع، مش بيشهد. فهمت؟ انما باب الشهادة تاني بقى، لما يجي شاهد يشهد وبعدين ينكر ما شاهد به، يبقى ده تناقض، يبقى تسقط بينته، ندور على شاهد غيره، مش متردد. مع الإقرار أي ولو أنكر بعده، فإذا أقر ثم أنكر جاز الصلح، بخلاف ما لو أنكر فصولح ثم أقر فإن الصلح باطل، نرجع للإنكار. واليقين لا يزول بالشك، واليقين هو براءة الذمة، فهمت؟ الأصل براءة الذمة كما قاله الماوردي، فإن صلح ثانيا بعد الإقرار كان صحيحا، عشان نرجع لإقرار أقل، فهمت الحكاية؟ ومثل الإقرار إقامة البينة واليمين المردودة. ما أنت بتثبت حقك إزاي عند القاضي؟ القاضي بيعرف الحقوق إزاي؟ إما بالإقرار أو بالبينة اللي هي الشهود أو باليمين المردودة.
ما هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طب هو ما جابش بينة، أروح أنا حالف أرد إيه الدعاء، اسمها اليمين المردودة. دي حاجات وسائل إثبات الحقوق عند القضاء، لأن لزوم الحق بالبينة كلزومه بالإقرار، واليمين المردودة بمنزلة الإقرار أو البينة، وليس من الإقرار صالحني عما تدعيه بكذا، لأنه قد يريد به قطع الخصومة. يعني أما يقول له وهم واقفين كده قدام القاضي، يقول له يا سيدي أنت زعلان ليه؟ صالحني عما تدعيه علي ب 500 جنيه واخلص. مش كل شوية بقى تجيب لي إعلام من عند القاضي واجي المحكمة، أنا مش فاضي. ده ما اسمهوش صلح. اللفظ ده ما اسمهوش صلح، لأنه ممكن يكون هو يريد بس فض المسألة وخلاص، مش عايز يقلب دماغه. مش عايز قلب الدماغ خالص، فهمت ازاي؟ لأنه قد يريد به قطع الخصومة، وخرج به الصلح. في فرق بين قطع الخصومة ورفع الخصومة. رفع الخصومة ده الصلح، إنما قطع الخصومة قد يكون في تنازل ومش معناه إقرار. واضح؟ وخرج به الصلح مع غير الإقرار من إنكار أو سكوت. كلمة أما يقول لك مع الإقرار، أما يقول يصح الصلح مع الإقرار، يبقى يعني معناه لا يصح الصلح بغير إقرار، والإقرار تلفظ، يبقى لو أنكر أو سكت مش إقرار. كأنه كلمة مع الإقرار دي خرج الإنكار والسكوت، فهم؟ فعشان كده قال لك وخرج به، يعني بقوله مع الإقرار، الصلح مع غير الإقرار من إنكار أو سكوت. فلا يصح عندنا إلا في مسائل، منها بعض المسائل بقى يصح مع السكوت، منها اصطلاح الورثة فيما وقف بينهم، منها اصطلاح الورثة فيما وقف بينهم، كما إذا مات الميت عن ابن وولد خنثى. هنقسم الميراث ازاي؟ ما الخنثى ده ممكن يطلع أنثى، ممكن يطلع ذكر، والراجل ميت سيد ابن ذكر واضح، والتاني خنثى مش عارفينه. طب هنقسم الميراث ازاي؟ ما هو لو كانوا ذكرين تبقى هتتقسم على 2، ولو كانوا ذكر وأنثى تبقى هتتقسم على 3، مش كده برضو؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. نعمل ايه لحين ما يتبين؟ يبقى المسألة دي عايزة بقى ايه؟ رفع النزاع. نقوم نقسمها ازاي؟ فمسألة الذكورة من 2، لو كانوا ذكرين تبقى على 2، ومسألة الأنوثة من 3، 2-1، مش كده برضو؟ طب والجامع بين الاثنين والثلاثة ايه؟ العامل المشترك 6، هي اللي تصح ايه تقسمها لثلاث اجزاء وتقسمها لاثنين، الست يسموه العامل المشترك، مش كده برضو؟ في الرياضة بتاع زمان، ما هو ده العلوم دي كلها خدوها العلماء الناس من علم مواريث المسلمين، والجبر واخد بالك برضو جابوه من علم ايه المسلمين، مش كده؟ الجبر نسبة لمين؟ لجابر بن حيان، سموه جبر عشان جابر بن حيان هو اللي اتكلم فيه. فما ده علم عربي، واسمه بالانجليزيه الجبرة نسبه لجابر بن حيان. يبقى دي علوم انشاها المسلمين، وسبب انشاها ايات المواريث. فالقران مصدر العلوم كلها، فجر هذه العلوم كلها في عقول الناس. وعلشان كده بيقول لك هنا لو كانوا ذكرين المساله من 2، لو كان ذكر وانثى هتبقى المساله من 3، العامل المشترك بينهم 6، يبقى اعمل ايه؟ يبقى حد للولد ده 2، شفت بقى؟ فيعطى الابن 3، لأن الابن يا إما هيورث 3 من 6 لو التاني ذكر، يا هيورث 4 من 6 لو التاني أنثى، مش كده برضه؟ سهلة الحكاية. يبقى أنا أروح مديله 3 من 6 لأن المتيقن 3 من 6، والتانية لو أنثى 2 من 6،
وخلي سدس متعلق لحد ما يتم الصلح، لحد ما نعرف بقى على الاطباء وناخد الفحوصات ونشوف ده هيرثي يبقى ذكر ولا انثى. فهمت بقى الحكايه؟ طلع ذكر نديله السدس، طلع انثى ندي السدس للايه؟ للاخ. واضح؟ فيعطى الابن ثلاثة والخنثى اثنين، ثلاثة من ستة يعني، والخنثى اثنين من ستة، ويوقف واحد إلى الاتضاح أو الصلح. طب افرض ما اتضحش، يصطلحوا بقى، يقعدوا مع بعض يصطلحوا الأخين مع بعض، يقول له بقول لك إيه، طب ما تاخد نص السدس ده وسيب لي نص وخلاص ومشي أمورك، لأنه خنثى مشكل مش عارفين يقولوا الرأي فيه، حتى الاطباء احتاروا فيه، لا عارفين يقولوا ده ذكر ولا ده انثى، لا هو ذكر صافي ولا انثى صافي. فهمت؟ ويوقف واحد الى الاتضاح او الصلح، كان يصطلح على ان يكون لكل منهما نصف القيراط. ما احنا عندنا ست قراريط، قسمنا المساله ست قراريط يعني ست اسهم. فهمت؟ ومنها أمثلة تانية برضو بيبين لك هنا بدون نزاع أن يوقف المسألة الحين ما يتم الصلح قبل أن يحدث نزاع. ومنها ما لو أسلم الزوج على أكثر من أربع ومات قبل الاختيار فيوقف الميراث بينهن حتى يصطلح. المثال الثاني، واحد جاي لي مثلا من أفريقيا، أفريقيا دي بيتجوزوا 20 60 80 6، ما تفرقش، ما عندهمش حد، عندهم قبائل كده، تلاقي الراجل متجوز 120 واحد، ما يجراش حاجه، يا ريت يا بختك انت كنت رحت القبيله دي كنت عشت، هتتشتت. قال لنا احنا كده فعلا المسلمين احسن. المهم الراجل ده اللي متجوز مثلا 10 ستات، جاء اسلم وربنا هداه للاسلام الحمد لله، لما يسلم يختار اربعه من العشره اللي كان متجوزهم يبقي عليهم ويفرق الباقيين، مش هي كده؟ طيب مات هو في الوقت ده قبل أن يتخير والعشرة موجودين، مين اللي هيورث التمن في يعني المفروض أربعة يورثوا التمن يتقسم على أربعة، بس دول عشر. فهمت؟ أدي الصورة. نفضل واقفين التمن ده لحد ما يصطلحوا الزوجات دول على مين اللي تتنازل وتسيب المسألة وتطلع ومين اللي إيه تورث. ده الكلام ده لو كان زوجاته مسلمات أسلموا معاه، يبقى الصورة هنا لو أسلموا معاه، لكن لو ما أسلموش مفيش مشكلة بقى، لا يتورث دينان، لا يتورث دينان وانتهينا. يبقى المثال ده لازم كان يوضح لنا الشيخ البيجوري إن الزوجات أسلموا كمان، مش هو اللي أسلم وسابهم ونقول له اختار أربعة. طب ما هو لو راجل ياباني متجوز 10 وأسلم والتانيين على الديانة البوذية، ما ينفعش أصلا المسلم يتزوج بوذية، يعني المسلم لا يتزوج إلا مسلمة أو كتابية، مش كده برضه؟ وحتى لو كان متجوز كتابية ما تورثوش لاختلاف الديانة، ولا هو يورثها ولا هي تورثه، لأن موانع الإرث إيه؟ الرق والقتل واختلاف الديانه، مش كده برضو؟ ثلاث موانع. فهنا بقى بيقول لك يعملوا ايه. ومنها ما لو اسلم الزوج على اكثر من اربع مسلمات معه، نقول كده مسلمات معه، لان لو ما كانوش مسلمات معه يبقى المثال ملوش معنى، لان مش هيورثوه على اي حال. ومات قبل الاختيار فيوقف الميراث بينهن حتى يصطلح. وكذلك إذا طلق إحدى زوجتيه ومات قبل البيان فيما إذا كانت معينة في نيته، أو قبل التعيين فيما إذا كانت مبهمة عنده. المثال الثالث، واحد قال إحدى زوجتي طالق وبعدين طلع بالروح ومات، ما حددش مين، فهمت؟ تحتمل تبقى معينة في قلبه بس ما هو مات خلاص مش هنعرف، أو إنها مبهمة وكان ناوي يحدد في المستقبل بس إيه مات قبل ما يحدد، نعمل إيه في الإرث؟ فهمت؟
ومات قبل البيان فيما إذا كانت معينة في نيته، أو قبل التعيين فيما إذا كانت مبهمة عنده. ومنها ما لو تداعيا وديعة عند آخر. أنا وأنت رحنا عند واحد ثالث نتخانق عنده، إحنا الاثنين نقول له الخاتم ده ولا الوديعة دي بتاعتي، والتاني يقول لا دي بتاعتي، والراجل اللي عنده الوديعة دي محتار مش عارف هي بتاعت مين، لأنه الراجل ده أصلا مستودع ودائع، الناس بتحط ودائع عنده كتير، فاختلط عليه الناس، فعنده الوديعة دي موجودة، بس مش فاكر الوديعة دي اللي أودعها يسري ولا حسنين. وجيت ويسري وحسنين راحوا الاثنين يتخانقوا عنده على الوديعة دي، هو مش عارف يحدد، فحصل الخصومة. أنا هتنزلك كده. ما فيش مشكلة، ما كانش جينا في كتاب الفقه، لكن احنا ما تنزلناش عشان كده جينا. فهمت؟ فحصلت مشكلة، يعمل ايه؟ كل دي أمثلة بيبينها لك يعني ايه؟ طب هو هيعمل ايه فعلا؟ هقول نقرا الشيخ. لا أنا قصدي الصورة دي، هو الصورة دي ذكر حلها، اللي قبليها لا. قبليها ايه؟ يعني الراجل اللي مات قبل البيان ده هنعمل ايه في الاثنين؟ يقعدوا مع بعض يصطلحوا. واحدة تتنزل للتانية، يا إما يفضل المال كده معلق. يعني لو ما واحدة ما تنزلتش يبقى ما هو هيتنازلوا ازاي؟ واحدة من التانية تقول لها بقول لك ايه، ما تتنازلي لي أنا وليكي كذا في ذمتي. بينهم وبين بعض. أو تصالحوا على القسمة مثلا. أي حاجة. وحاسب لك حاجة. التانية تقول لها طب ما تنزلي لي أنت وأنا اللي أسيب لك. يقعدوا بقى مع بعض لحد ما يتفقوا ويستبوا على حاجة، يروحوا للقاضي. يبقى صلح. فاهم؟ بس. يعني إحنا مش هنخش في تفاصيل كلام الستات بقى. إحنا نسيبهم يتكلموا مع بعض لحد ما يتفقوا. وبعدين يقول عشان ما نقلبش دماغنا. لازم يحصل الاول عشان ايوه ده هنا بيبقى يعتبر الموضوع معلق قبل حدوث النزاع لحد ما يصطلح. دي امثله في امور نعلقها قبل حدوث النزاع لانها هيحصل النزاع 100%، فاحنا ما نستناش يحصل النزاع، ده احنا نعلقها قبل ما يحصل النزاع لحد، عشان فهمت ازاي. دي امثله كده. قطع النزاع قبل حدوثه. ومنها ما لو تداعيا وديعة عند آخر فقال لا أعلم لأيكما هي فيصطلحان. أصل زمان كان قبل نظام البنوك كانت الناس بتحط ودائعها عند الناس مؤتمنين، يعني أنا هسافر وعندي مثلا 1,000,000 جنيه، مفيش كانش لسه في بنوك، أعمل إيه؟ طب وأنا مسافر وعندي أولادي هنا، ولو شلتهم في البيت وعيالي صغيرين ممكن حد يهجم عليهم يسرقهم، أو ما اضطر أروح لواحد مشهور أمين في البلد أقول له خد الفلوس دي 1,000,000 جنيه بتوعي، لو أنا رجعت تدهم لي، ما رجعتش تقسمهم على أولادي إرثا. فهمت إزاي؟ كانوا زمان كده أهل الأمانة كتير بقى، فتبص تلاقي الناس الأمنة دول معدودين في البلد 2-3 والبلد 10,000-20,000 نسمة، كل دول بيشيلوا عند 2 بس، تلاقي عنده مخزن ودائع الامين ده. فممكن تتصور مثل هذه الامور ايه، ان يجي الراجل اللي عنده الوديعه يبقى مش عارف دي بتاعت مين من اختلاط ايه الامور عليه. فدي امثله واقعيه كانوا بيعيشوها يعني زمان، احنا يمكن ما نلاقيهاش في زماننا، احنا اختفت، لان الناس بتودع في البنوك يعني ما بيرضاش حتى يودع حتى عند ابوه ولا عند، ليه؟ لان الناس في دوام الحركه، ده بيسافر ولا يمكن يبقى موجود ولا مش موجود، شغلانه كبيره. ايوه كانوا بيعملوا كده مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يحطوا ودائعهم عند الرسول، وكانوا بيعملوا كده مع الزبير بن العوام. سيدنا الزبير بن العوام كان برضه موضع امانه من الصحابه، كان اللي مسافر ورايح للجهاد يستودعوا ماله ويستودعوا اولاده ويسافر ويعمل، وهكذا كانوا بيعملوا كده كتير. طب اخلص السطر ده. فقال لا أعلم لأيكما هي فيصطلحان على أنها بينهما على تفاضل أو تساوي. حصل النزاع واشتد، نقوم اصطلحت أنا وحسنين، طب يا عم خد نصها وأنا نصها، طب يا عم خد 3/4 وأنا ربعها، المهم إيه نصطلح. ولو اختلف في أنهما اصطلح على إقرار أو إنكار فالقول قول مدعي الإنكار لأنه الأصل. واحد يقول ايه اختلفوا بعد ما اصطلحوا راحوا للقاضي،
قال له لا ده احنا اصطلحنا بعد ما اقر. التاني يقول انا ما اقرتش ولا حاجه، ده بيدعي عليا ان انا اقريت، انا ما اقرتش. يقوم القاضي يمشي مع اللي بينكر، لان الاصل براءة الذمة. واضح؟ بالمدعى به متعلق بالاقرار في الاموال. يلا نأذن. الله أكبر، الله أكبر. في مسجد المصطفى يا محمد، خده بقى ودي انت بقى بمعرفة. ها عرفت؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب الدعوات التامة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت انك لا تخلف الميعاد. بيقول ويصح الصلح مع الاقرار بالمدعى به في الاموال اي عنها، ففي بمعنى عن، فالذي في كلامه هو المتروك بدليل قوله وما يفضي إليها فإنه متروك ولا بد، ومراده بالأموال ما يشمل العين والدين بل والمنافع لشمول اسم الأموال لها. فقول المحشي اللي هو البرماوي يعني تبعا للشيخ الخطيب أي الثانية في الذمة ليس بقيد، فكان الأولى حذفه اللي هو التقييد يعني بالذمة. الثابتة، الثابتة في الذمة اللي هي الديون يعني، فكان الأولى حذفه. ومثل الأموال الاختصاصات كالكلاب وجلود الميتة اللي هو رفع الاختصاص يسمى، فيصطلحان على إسقاط حقه منها على كذا. قوله وهو ظاهر أي واضح، لأن الأصل في الصلح أن يكون في الأموال بخلاف ما يفضي إليها فهو تابع، ولذلك لا يصح فيه بلفظ البيع. يعني ما يفضي الى الاموال ما ينفعش ايه فيه بلفظ البيع كما سيذكره الشارح، واما الاموال فيصح فيها بلفظ البيع. قول وكذا ما افضى اليها اي ادى الى الاموال وآل اليها بخلاف ما لا يفضي اليها كحد القذف ونحوه.
واحد قذف واحد حد القذف 80 جلد، طب في بديل ان انا اتنزل له ما يتجلدش ويدفع لي فلوس؟ مفيش. يبقى ده لا يفضي الى الاموال، حد القذف لا يفضي الى الاموال. كما قاله الدمياطي في شرح ومثل ابن قاسم، فما وقع في حاشية المدبغي على الخطيب سبق قلم. قولك من ثبت له على شخص قصاص، ده مثال بقى لما يفضي اليه من اموال. كمن ثبت له على شخص قصاص، اي في النفس او فيما دونها من الاطراف والمعاني، يعني في النفس او قطع له صباع او خزق له عين او شوه له وشه، ده معنى، او اداله بالبوكس في مناخيره ففقد حاسة الشم. ما هو عين دي تبقى باينة، لكن حاسة الشم دي معنى، فاهم؟ يبقى يا اما تعدى عليه فادى الى فقد معنى او فقد طرف او فقد نفس بالكلية، يبقى دي تقوله الى الامال برضه بعد كده. وقول فصالحه عليه اي عنه، عارف فقد حاسة الشم ايه دي؟ معناها ان كل الاكل اللي هتاكله طعمه واحد. تصور بقى، مش مسألة ان انا هشم كلوني او مش هشم كلوني، لا دي تبقى دمها تقيل جدا. فقد حاسة الشم لها علاقة باستطعام الطعام، تعرف ده حادق ده مر ده حلو او ده حريف، تلاقي كل حاجة طعمها واحد. بياكل كشري زي بياكل بسبوسة كله زي بعض، دي يظبط وخلاص. ازمه مش حلوه. تصور انت واحد يعيش كده بقى، عشان تعرف بس ان النعم اللي احنا عايشين فيها نعم كبيره. ياكل اكل حامض زي اكل طازه، يعني كله قاعد بياكل يغمس وهو حامض، تيجي انت تقرف تبص له وهو قاعد ياكله، فانت تقول له حامض، يقول له مش دريان ما اعرفش، لا بيشم ولا يستطعم. فربنا ينجينا يعني. قول كمن ثبت له على شخص قصاص، أي في النفس أو فيما دونها من الأطراف والمعاني. وقول فصالحه عليه أي عنه أو منه، فعلى بمعنى عن أو من، لأنها داخلة على المتروك، على القاعدة اللي قايلها من الأول، على خلاف القاعدة. منه احنا قايلين من وعن تدل على المتروك لأنها داخلة على المتروك، على خلاف القاعدة. وأما على في قولي على مال فهي على بابها. لأنها داخلة على المأخوذ، فليس فيه تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد. وسواء كان المال المصالح عليه قدر الدية أم لا، لأنه ممكن يبقى بقدر الدية أو ببعض الدية، يبقى حطيطة. وقول بلفظ الصلح كأن يقول صالحتك من القصاص الذي أستحقه عليك على كذا، يبقى على دي على تدخل على إيه؟ على المأخوذ، على كذا يبقى هياخده. وكذا فإنه يصح أي فيملك القصاص بذلك، ويسقط عنه لأنه متى ملكه من ثبت عليه سقط عنه. واضح؟ لكن ما ينفعش واحد ما ثبتش في حقه القصاص هو اللي يصطلح، يبقى ايه؟ تصرف فضولي يعني. يعني انا قتلوا قريبي وانا ولي دمه، يوم يجي جاري يصطلح؟ هو جاري ماله؟ الا اذا كنت انا موكله بقى، معلش عامل له وكالة لكن لوحده كده يبقى اسمه تصرف الفضولي لا يعتد به. قوله او بلفظ البيع فلا، هنا في موضوع القصاص والحاجات دي والدية ما تنفعش بلفظ البيع، مش كده برضو؟ لان انا مش هبيع الدم ولا هبيع الجرح ولا هبيع الصباعي اللي قطعه لي، واضح؟ ده تعويض، ده عوض وليس بيع، فهمت؟ فلا يصح لانه لا دخل للبيع فيه، اذ المقصود اسقاطه لا تمليكه. قوله وهو نوعان أي قسمان، لأنه إما أن يكون عن عين
وإما أن يكون عن دين، مش كده برضو؟ يعني إما أن أنا بترك عين أو بترك دين بمقابل الحاجة اللي هصطلح عليها، مش كده برضو؟ وكل منهما إما أن يجري من المدعي به على بعضه ويسمى صلح الحقيقة، يعني يصطلح على بعضه ياخد بعضه ويتنازل عن الباقي، أو على غيره عوض عنه يسمى صلح المعاوضة. واضح؟ يا إما هتديني اللي ليا عليه، يا هتديني بدله حاجة تانية، يا هتدهوني كامل، يا هتدهوني ناقص وأنا موافق. فهمت؟ يبقى فيه معاوضة، في المعاوضة دي اللي هو عوض عنه، وفي المقابل، والمقابل ده قد يكون بنفس القيمة أو قد يكون أقل. يبقى في عندي أربعة، أربع حاجات، يعني إما معوضة بمثله أو بغيره، معوضة على مال أو على عين، معوضة على مال أو على عين، والمال قد يكون بعضه أو قد يكون إيه؟ غيره، عوض عنه، أو على عين قد يكون بعضها أو يكون غيرها. فهمت؟ يعني أنت بتعوضني على شقة، تقول لي طب ما تاخد بدالي حتة أرض. فهمت؟ ما خدتش الشقة ده خدت أرض. طب ما تاخد بدالها عربية. فهمت؟ يبقى ده غيرها. وقد تكون غيرها دي بنفس القيمة أو بعضها. فهمت بقى القصة؟ فهي المجموع كله تلاقيه أربعة. الحطيطة يعني يحط جزء وياخد جزء، دي اسمه صلح الحطيطة. فالأقسام أربعة، لكن المصنف اقتصر على الأول من نوعي الدين، وهو الإبراء في المال يعني تبريه، وترك الثاني اختصارا اللي هو المعاوضة، وذكر الثاني من نوعي العين وهو المعاوضة، وترك الأول اختصارا اللي هو بعضه، كما يؤخذ من كلام الشيخ الخطيب. واعلم أن الصلح يجري بين المدعي وأجنبي، فإن صالح على عين للمدعي عليه للمدعى عليه، فإن لم يكن وكيلا عنه لم يصح لأنه فضولي. يعني ممكن يتم الصلح يجري بين المدعي، أنا بدعي عليك وأنا مدعى علي، يعني ده بيدعي علي وانا ايه وانا مدعى عليا، يبقى ده مدعي وانا مدعى عليه، انا وكل محامي يروح هو يصطلح، يبقى بيصطلح مع اجنبي. بس ايه اللي خلى الاجنبي له قيمه؟ وجود الوكاله. لو ما فيش وكاله واصطلح وهو اجنبي تبقى صلح فضولي. كان يذهب مثلا واحد جاره من غير ما يوكله وعايز يصلح بينهم، قال له يا اخي ما خلاص ما يتنازل لك عن كذا خلاص، وارفع وسيبك من القضية دي وخلاص وانتهينا، فانت وافقت. يبقى دي محاولات صلح وليست صلح. يوم يجي بقى يعرض علي الموضوع بعدين وهكذا، او ما انا وافق اقول له خلاص وكلتك امشي في الموضوع، يبقى ساعتها يمشي. فان لم يكن وكيلا عنه لم يصح لانه فضولي، وان كان وكيلا عنه فان صرح بالوكالة بان قال وكلني بالصلح معك وهو مقر لك بها او وهي لك صح، لانه بدأ بالاقرار اهو ووقع للموكل. فان لم يصرح بالوكالة، ما قالش انا موكلني، او قال وهو مبطل في انكاره، او لم يزد على قوله، المبطل ما قالش اقر، ده المبطل في انكاره، يعني ملوش حق يا اخي كان ينكر، ما هو الكلمة دي مش معناها اقر. فهمت؟ او قال وهو مبطل في انكاره، او لم يزد على قوله وكلني الغريم في الصلح معك، وما قالش بقى اقر ولا ما اقرش، ما زادش الا دي، لم يصح. وان صالح عنها لنفسه فان قال وهو مقر لك او وهي لك صح، لان بدأ بالاقرار. وإن قال وهو مبطل في إنكاره فشراء مغصوب ويبقى باطل، بيشتري مغصوب، فإن قدر على انتزاعه صح وإلا فلا. أو قال وهو محق أو لا أعلم حاله، أو لم يزد على قول صالحني بكذا لغى الصلح،
وإن صلح عن دين بغير دين ثابت من قبل، فإن قال هو مقر لك أو وهو لك أو هو مبطل في إنكاره صح للمدعي عليه. يعني ما يصح في الدين لا يصح في العين، لأن الدين الأصل فيه إبراء الذمة، المقصود فيه إبراء الذمة، لأن يجوز إبراء ذمة الغير بغير إذنه، لكن لا يجوز إدخال عين أو إخراج عين من ملك إنسان إلا بإذنه. يعني أنت ممكن تروح تسدد ديني من غير ما تستأذن، دي جميلة، إنما ينفعش تروح تشتري أو تتنازل عن حاجة أنا أملكها من غير ما تستأذن، فهم؟ فالأمثلة اللي في الدين تصح والأمثلة اللي في العين لا تصح، فهمت كلام الشيخ؟ وإنما صح هنا مع قولي وهو مبطل في إنكاري لصحة قضاء دين الغير بغير إذنه، إنما في العين لا يصح إن أنا أشتري عين أو أتنازل عنها إلا بإذن ملكها، واضح؟ قول إبراء ومعاوضة، إبراء ومعاوضة بدل من قوله نوعان، بيسموه إيه؟ بدل بعض من كل. فالأول أن يقع من دين على بعضه ويسمى صلح حطيطة، ويصح بلفظ الإبراء والحط والإسقاط ونحوها، يقول له أبرأتك، حططت عنك، أسقطت عنك، كل ده ماشي. فإن اقتصر على لفظ الإبراء ونحوه لم يشترط سبق خصومة ولا قبول. لو قال له أبرأتك كذا صح الإبراء طالما لم يسبق خصومة، ومش مشروط أن يقول لي قبلت كمان، واضح؟ وإن اقتصر على لفظ الصلح، كلمة صلح دي بقت عقد، يبقى لازم إيه؟ لازم سبق خصومة ولازم القبول، يقول قبلت، واضح؟ وإن اقتصر على لفظ الصلح، يعني مرة قال له أبرأتك عما لك عندي، عما لي عندك مثلا بكذا، بجزء منه أو بكله، طالما لم يسبقها خصومة لا يشترط أنك أنت تقول لي قبلت ويصح الإبراء. لكن لو كان فيها سبق خصومة أو قلت من الأول صلح، كلمة صلح، يبقى يشترط سبق خصومة واشترط القبول، ان يقول قبلت علشان تبقى عقد من الطرفين يصرح بقبوله. وان اقتصر على لفظ الصلح اشترط سبق الخصومة والقبول، لان لفظ الصلح يقتضي كلا منهما اللي هو الخصومة والقبول واللفظ. وان جمع بينهما اشترط سبق الخصومة، يعني قال له صالحتك وأبرأتك، جمع بينهم، اشترط سبق الخصومة نظرا للفظ الصلح ولا يشترط القبول نظرا للفظ الإبراء، واضح؟ فهمت؟ والثاني شامل لما لو صالح من عين أو دين على عين أو دين، فإن صالح عن بعض أموال الربا على ما يوافقه في العلة، كأن صالح عن ذهب بفضة أو عن بر بشعير، اشترط قط العوض في المجلس وإن لم يكن العوضان ربويين. هنا مثال تاني، نرجع لباب الربا. عندنا الأجناس الربوية إما مطعوم عند الشافعية، إما مطعوم أو نقد، النقد اللي هو الذهب والفضة، والمطعوم اللي هو جنس الطعام، ده مذهب الشافعية، خلافا للأحناف قالوا كل مكيل أو موزون أو معدود، واخد بالك؟ خلافا لقول المالكية الذين قالوا كل إيه مقتات مدخر مع النقد. نرجع لباب الربا زمان، فإن كان العوض عن جنسين ربويين أجناس ربوية، يعني أنا اديتك ذهب وهتديني أنت مقابله ذهب أو فضة، واخد بالك؟ يبقى لازم يشترط إيه؟ إذا اتحد في العلة والنوع يشترط ثلاث شروط، التقابض والحلول والتماسك. التقابض في المجلس،
والحلول يبقى حال في نفس اللحظة، ما ينفعش بكرة ولا بعده، والتماثل يعني وزنا بوزن. ده لو كانوا طب اتفقوا في العلة واختلفوا في النوع، يشترط التقابض والحلول ويسقط شرط التماثل فيجوز التفاضل. يعني انا اتعاملت معاك بالذهب هصالح معاك على فضة، يبقى لا يشترط التفاضل لكن يشترط التقابض في المجلس، لان ده جنس ربوي. انا بتعامل معاك على ايه؟ على بر. بر يعني قمح. هصطلح معاك بايه؟ بشعير. كويس. ما احنا تجار بنتاجر في القمح والشعير. انت خدت مني 10 طن قمح على انك انت هتديني 8 وما ادتنيش، فجينا حصلت خصومه، فجيت قلت لك طيب يا سيدي بدل 10 طن قمح انا ما عنديش قمح الوقت وانت عايز حاجتك الوقت، خد بدلهم 15 طن شعير موجوده في المخزن. يصح بس لازم يقبضهم الوقت، لان ده مطعوم وده مطعوم. ما ينفعش اقول له بقى صلح وخدهم بعد شهر، ما ينفعش، لان دي اجناس ربويه. واضح؟ عشان كده هو الشيخ هنا بيقول لك كده. يبقى اشترط قبض العوض في المجلس اللي هو التقابض، يسموها التقابض في باب الربا. وفي المجلس يعني الحلول، يبقى اشترط قبض العوض تقابض في المجلس، حلول تقابض وحلول. واضح؟ وإن لم يكن العوضان ربويين فإن كان العوض عينا صح، وإن لم يقبض في المجلس. طالما مش ربويين خلاص ما يشترطش بقى لا تقابض ولا حلول، اتفقنا وخلاص، والبني آدم يتربط بكلمته طالما مش ربويين. واضح؟ وإن كان دينا صح، وشرط تعييني وشرط تعيينه في المجلس. ولو ادعى عليه ب10 دنانير وأقر بها وأقر له بها فصلعه على 5 دنانير و200 نصف فضة، صح. يعني احنا كان 10 دنانير ذهب، فقلت لك يا سيدي خد 5 دنانير و200 ايه و200 ايه نص فضة، يعني اوزان، ولا يقال هذا من قاعدة مد عجوة ودرهم. اصل الفضة جنس ربوي والذهب جنس ربوي، بقت فضة وذهب مقابل ذهب، هتلخبطنا بقى ولا ايه؟ ما احنا عايزين لما يبقوا نفس الجنس يبقوا ايه؟ متحدين. قال لك لا، اصل مد في قاعدة اسمها مد عجوة، لما تشتري انت مد عجوة بدرهم، مد عجوة ودرهم لانهما مفرورة في بيع الاعيان، يعني مد عجوة ودرهم تشتريه بمد عجوة تاني ونص درهم. طب الدرهم ده مقابل ايه؟ مش متعين التقابض والحلول والايه والتماثل، ففي العجوة ما تصحش. واخد بالك ازاي؟ ليه؟ لان التانية مفروضة، لانها مفروضة في بيع الاعيان، وهنا في بيع الدين، في بيع دين. انما مد عجوة ودرهم يعني لو كانوا بيتبادلوها الوقتي لا تصح، لكن لو دين المقصود رفع النزاع فيصححها الشرع خلافا للقاعده. يعني لو انا خدت منك 10 دنانير الوقت تروح انت مديني بدلهم 5 دنانير و200 درهم في نفس القعده كده، لا يصح الصوره دي، لان هتخش تبع قاعده مد عجوه ودرهم، ودي باطله لعدم تحقق التساوي والتماثل. واخد بالك ازاي؟ في متحد الجنس والعله. لكن هنا ده دين، ده انا خدت العشر دنانير من مدة وهنسددهم دلوقتي 5، يبقى في باب الدين لرفع النزاع تبقى رخصة يرخصها الشرع، لكن في باب الأعيان ما تنفعش، فيها علة الربا لتشوف الشرع لدفع النزاع، لرفع النزاع، لأن الشارع متشوف لرفع النزاع، يقوم يتنازل عن القاعدة دي وفي الدين ويقول له خلاص عديها بقى، ما تجيبليش بقى كل حاجه وتقول لي ربا ربا، مش عارفين نتحرك، اتحرك يا عم خلاص. زي ما قلنا قبل كده في العرايا فيها علة الربا، والرسول اقر لها صلى الله عليه وسلم علشان يدفع الحرج عن الفقير وعن الغني في العرايا. فاكرين العرايا؟ انتوا ما تذاكروش، هعمل لكم ايه؟ قلنا العرايا دي من حوالي 6 7 شهور مش مذاكره، فمش هقولها بقى النهارده مش انا قلتها كتير، لكن انا اريد ان انا يعني ايه اخلي ضميرك الميت يصحى تقوم تذاكر شويه.
فالإبراء إلى آخره، فالإبراء أي إذا أردت بيان كل من النوعين الإبراء والمعاوضة فأقول لك الإبراء إلى آخره، وقوله أي صلحه أشار بذلك لأن كلام المتن على تقدير مضاف، قوله اقتصاره من حقه أي دينه على بعضه كما وقع لكعب بن مالك الحديث في البخاري أرناه، فإنه طلب من عبد الله بن أبي حدرد دينا له عليه فارتفعت أصواتهما في المسجد حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج إليهما ونادى يا كعب، الرسول خرج نادى يا كعب، بيتخانقوا الاثنين مع بعض، ده بيقول له اديني ديني، تاني بيقول له معيش، والتاني بيقول له لا عايزه دلوقتي، تاني بيقول له مش دلوقتي، واتخانقوا صوتهم ارتفع، الرسول صلى الله عليه وسلم طلع نادى على كعب اللي هو صاحب الحق، ونادى يا كعب فقال لبيك يا رسول الله، فأشار إليه يعني ضاع النصف، اتنازل عن النصف يا أخي وخلص نفسه كويس، فأشار إليه أن ضع الشطر، فقال قد فعلت، فقال صلى الله عليه وسلم قم فقده كما في الصحيحين. يبقى ده اسمه ايه؟ حطيطة، إبراء بالحطيطة. قوله أو دينه، إنما قصره الشرع على ذلك مع أن الحق يشمل العين والدين، لأن كلامه في الإبراء وهو لا يكون إلا في الدين، فإن الإبراء في الأعيان باطل، وذكر الشارح مسألة العين في كلامه آخرا. قوله على بعضه أي المعين كما أشار إليه بالتفريع، فإذا صالحه من الألف، فإذا صالحه من الألف الذي له في ذمة شخص على 500 منها، فكأنه قال له أعطني 500 وأبرأتك من 500. هنقف إحنا قربنا نقف، هنقف عند 500. كان قال صالحتك من الألف الذي لي عليك على 500 منه، وفي هذا المثال يشترط القبول، يقول له قبلت لأنه جرى بلفظ الصلح فقط ولا ينافيه، لو قال له صالحتك وأبرأتك لا يشترط القبول، مش كده برضو؟ عشان تصح كلمة صلح، ولا ينافي قول الشارح فكأنه قال إلى آخره، لأنه لم يقل ذلك حقيقة بل قوة. ومعنى فقول بعضهم ولا يشترط في ذلك قبول محله فيما إذا صرح بذلك كما يعلم مما قدمناه. على 500 فهي مأخوذة، والألف أي باقية متروك، باقيه متروك، فهو جار على القاعدة وإن كانت أغلبية. على 500 يعني على هنا دخلت على إيه؟ على المأخوذ، لأن المأخوذ قد المتروك، فعلى تنفع، فهمت؟ وإن كانت فهو جار على القاعدة، بقيه متروك فهو جار على القاعدة وإن كانت أغلبية. وقول منها أي الألف، وأنثه باعتبار تأويله بالدراهم فلا ينافي أنه مذكر بدليل قول الشارح الذي له في ذمة شخص، فكأنه قال جواب أي وقول أعطني بقطع الهمزة، فكأنه قال لو أعطني 500 وأبرأتك من 500، لأن ماضيه أعطى، يقال أعطى يعطي إعطاء، فمتى كانت الهمزة في الماضي وكان رباعيا كانت في الأمر همزة قطع، قواعد لغوية بقى، كما في أكرم وأحسن. ولا يجوز بمعنى لا يصح تعليقه، يبقى نقف عند دي، يعني لا يجوز الصلح بإيه؟ بالتعليق على شرط. دي إن شاء الله يوم الاثنين القادم بإذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.